شنو كتقول حسين روسكين في اتصالات مع فريق الجيش الملكي؟ وطبعا انا تفاجات يوم امس لانه في بعض يمكن موقع وجريده انا تناولوا انني تخصص مفاوضات مباشره مع فريق الجيش وانني يعني بديت كنتكلم على الامور الماديه ومدى الى ذلك. مع الاسف انه هذه اخبار اللي خاطئه. وطبعا انا احترم يعني الاطر التقنيه اللي هي كتشتغل الان خاصه يعني الاطار الوطني ديالنا عبد الرزاق خيري اللي صراحه يعتبر من احسن يعني المدربين الموجودين يعني في المغرب، وكنتمنى له يعني بالمناسبه كل التوفيق، وكيقوم هو بعمل يعني محترم جدا. انا كنظن انه لا يجب يعني صراحه مثل هذه الاخبار ان تشوش او لا تعمل واحد الضغط على لا 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 التقنيه اللي موجوده يعني في الجيش. يجب ان نحترمها ونعطي لها المجال ديالها انها تشتغل، انها تبين الامكانيات اللي موجوده عندها. وانا صراحه انا تفاجات بانه بعض اصدقائي يعني سبحان الله انهم كيبقاو يتناولوا هذه الاخبار كانها اخبار اللي هي جدا عاديه، ولكن هي ليست الاخبار العاديه لانه يعني تشوش على البعض وتخلق يعني بعض الاشياء ولا بعض العلاقات والتوترات ما بين الاداره ما بين المدربين ان كان حتى بعض المحبين او ما غير ذلك. وبالتالي فانا يعني لا اقبل ان ادخل يعني في شيء مثل هذا في مثل هذه التصريحات او يعني البلاغات المكتوبه سواء يعني في الجرائد او في مواقع التواصل الاجتماعي. السي حسين ما كاينش عرض من الجيش، ولكن واش كاين عروض اخرى زعما على المستقبل ديال السي حسين موت؟ هو صراحه كاين كلام يعني ما دابش بعد كله، فيه بعض الاتصالات يعني خارج الوطن خاصه يعني لنا، ولكن كما انا صرحت يعني من قبل قلت انه هذه السنه اللي كاول حاجه غادي نفرغ نفسي ونركز على اول حاجه على التكوين اللي كنداوم عليه مع المناشي اللي خاص يعني بالمصدر التدريب الرياضي. وفي نفس الوقت عندنا احنا التزمنا على اننا ان شاء الله نكملوا يعني الدبلوم ديالنا الكاف البرو الافرو اللي هو غادي يكون تقريبا على واحد المده ديال 16 شهور او 9 شهور. فنظن انه يعني من المستحسن المتى انه يلتزم بهذا